السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن في فيديو جديد بخصوص تردد قناة آسيا الجديدة. قناة آسيا الجديدة هي من القنوات الفضائية العراقية التي تبث عدد من البرامج المهمة والتي تساعد الأشخاص على التعرف على آخر الأخبار وتقديم البرامج التي تقدم البرامج الثقافية، حيث أنها قد تم بثها لأول مرة عام 2012، وأنها توجد في قناة في مدينة بغداد العراقية، وتقوم هذه القناة بعرض أفضل الأخبار العالمية والدولية، حيث أنها تعمل على تقديم العديد من الأحداث التي تفيد الأشخاص. تردد قناة آسيا الجديدة على النايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد الجديد 10892، الاستقطاب الجديد عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 3/4. إذا نعيد، القمر الاصطناعي نايل سات، التردد الجديد 10892، الاستقطاب الجديد عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 3/4.